وصلتي لحاجة؟ ما بيردش يا استاذ. طب خليكي وراه، ولو رد عليكي قولي له ان انا رايحة له المكتب. ماشي. معلش التفاصيل اللي هحكيها لكم دلوقتي ما كنتش عايز افتكرها. كان بقالي سنين بحاول اخبي حتى عن نفسي يمكن اقدر انسى. كنت دايما بغمض عينيا وبتحامى في عمايا. بس النهارده مضطر ارجع اشوف كل حاجه تاني. اللي لقيته في ملف اياد سلامه كان كنز بجد. معلومات كتير عن الصياد كريم حسب ما كان الدكتور بيقوله. المعلومات دي من ساعة ما اتولد لغاية ما راح للدكتور. الدكتور كان مسجل معظم الجلسات اللي قابله فيها وشفته قدامي. هو ده الصياد المجرم اللي محدش عارف يوصله، اللي ارتكب كل الجرائم البشعة دي بدم بارد، مجرد مريض نفسي مذعور. بني آدم عادي ما تفرقوش عن غيره من البني آدمين. طب اهدى بس كده واحكي لي ايه اللي حصل ساعتها بالظبط. أنا مش فاكر بالتفصيل. أنا دخلت البيت لقيته بيضربها بكل قوته، ولقيتها غرقانة في دمها، وكانت خلاص هتموت. مش عارف عملت إيه ومنعته إزاي. كل اللي أنا فاكره إني حسيت ساعتها بجرح عمري ما حسيته. وفي لحظة كنت واقف على الباب، وبعدها لقيتني واقف على جثته وفي إيدي تمثال حديد. الصياد قتل أبوه، قتله عشان ينقذ أخته ويرب. كل المعلومات اللي قالها بعد كده كانت ناقصة ومحتاجة تحريات تكملها. يمكن الدكتور ما سجلش كل حاجة، بس اللي سجله كان أكتر من المطلوب. ما كانش سهل إني أعمل التحريات اللي أنا محتاجها من غير ما أقول القيادات في الإدارة، لكن كان لازم أستنى لغاية ما أعرف كل حاجة. وفي أقل من أسبوع كان عندي كل اللي كنت محتاجه. الصياد، التاريخ اللي ارتكب فيه جريمة قتل أبوه هو نفس التاريخ اللي اتقتل فيه واحد اسمه جمال عبد المجيد. جمال كان معروف عنه إنه بيعتدي على بنته بالضرب بشكل مستمر. وفي يوم مازن ابنه ما عجبوش اللي بيعمله أبوه وقرر يقتله باستخدام آلة حتى. وبعد كده الولد اختفى. مازن جمال عبد المجيد، ده الاسم الحقيقي للصياد. من تاريخ الجريمة الأولانية لحد دلوقتي قدرت ترصد أكتر من 10 جرائم قتل كلهم ظهر فيهم الأسلوب اللي بيميز الصياد. وللأسف كل الجرائم دي قيدت ضد مجهول. قدرت ترصد كمان بعض الجرائم اللي حصلت في الأردن واللي ظهر فيها نفس الأسلوب. والتحريات أثبتت إن في الوقت ده كان مازن جمال بره البلد.
يعني بتجميع كل الجرائم دي قدرت ارسم خط سير للصياد بشكل دقيق وبالتواريخ. مازن بعد ما هرب من ابوه انضم لمجموعه من البلطجيه، نفذوا بعض العمليات التخريبيه، وبعد كده مازن بدا يشتغل لوحده، نفذ كام جريمه قتل، وبعد كده طلع على الاردن. في الاردن مازن انضم لجماعه ارهابيه وبدا ينفذ عمليات كبيره، اغتيالات سياسيه وبعض التفجيرات، منهم تفجير حصل في اوتيل كبير في الاردن. التحريات اللي حصلت في الاردن ما قدروش يوصلوا منها لاي حاجه، لان الصياد كان بكل عمليه كان بيستخدم اسم شكل، حتى ما قدروش يربطوا بين العمليات اللي حصلت في الاردن وحصلت في مصر. بعد كده الصياد سافر على اوروبا وانضم لعصابه تبع للمافيا، وبقى وسيط مهم جدا في كارت السلاح، وفعلا نفذ اكبر عمليات تهريب سلاح في حوالي 5 أو 6 دول في العالم. كل العمليات اللي عملها الصياد سواء في مصر او في الاردن او في اوروبا يا اما قيدت ضد مجهول يا اما نسبت لمجرمين تانيين. يعني من الاخر كده لو قدرنا نوصل للراجل ده هيبعت لنا جواب شكر من الانتربول. يعني انت متاكد ان هو الجاني؟ متاكد جدا يا فندم، ولما حضرتك تطلع على التقرير اللي قدام سيادتك هتتاكد زي بالظبط، ولما تطلع كمان على تسجيل الجلسات اللي مع الدكتور النفساني هتتاكد اكتر واكتر. شغل رائع يا سيف، لو لسه موجود في مصر هيبقى سهل قوي ان احنا نوصل له ونقبض عليه. موجود يا فندم في مصر، مرجان عبد العزيز اللي اتقتل في المول كان بينفذ عمليه كبيره جدا لتهريب السلاح، وانا متاكد ان الصياد مش هيخرج من مصر غير لما يتمم العمليه دي. انا كنت قربت قوي، واضح جدا انه عارف او حد قال له، لان انا قبل ما نصدر امر بالقبض عليه بعت لي هديه. ما فهمتش، افتكرت في الاول ان في حد بيهزر او الهديه دي جات لي بالغلط، لغايه ما فتحتها. واضح انه حس انه ابتدى يخسر اللعبه. القلب مش قلب بني ادم، ده تلاقيه جابه عند الجزار، والعنوان اللي اتبعتت منه الهدية ما عرفناش نتابعه، والسكينة دي جديدة مش هي اللي بيقتل بيها، يمكن تكون شبهها. كل ده مش مهم، هو لسه في مصر وخايف وحاسس ان احنا قربنا نمسكه، هو ده المهم. كملنا القضية، وبعد يومين صدر أمر إن احنا نطبع صورته ونوزعها على الأقسام والمديريات والمطارات. صورته الوحيدة كانت عندي في البيت، كانت عندي على الملف اللي جبته من خزنة الدكتور. سلمى، دخلت البيت، كان نفس المكان مع اختلاف بسيط. يا سلمى، يا سلمى،
القلب يبقى قلبي والسكينة مغروزة جوه.